السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بقى النهارده مع بعض السمك المشوي اللذيذ اللي انتوا شايفينه ده، بطريقه سهله جدا وبسيطه وطعم بقى خطير، احلى من المطاعم بكتير. يلا بينا بقى على الطريقه. معايا هنا بقى 2 كيلو من السمك البلطي، ممكن تزودي الكميه او تقللي براحتك خالص، وهبدا بقى انضفه كويس جدا كده بالفرشه بتاعت السمك. طبعا بقى ما ننساش نشيل الخياشيم بتاعته بالشكل ده، شايفين كده قلب السمكة بقى زي الفل معايا كده، بقى غسلناه وبقى زي الفل معانا، وطبعا قشرناه بالشكل ده شايفين بقى. هاجي بقى طبعا عشان ريحة الزفارة بس كده بالليمون كده من جوه على كل سمكة، نعصر كده الليمون وهسيبه بس كده 5 دقايق مش اكتر من كده، يضيع بس ريحة الزفارة خالص. كده بقى السمك اتصفى وبقى تمام معايا. نعمل بقى التتبيله بتاعته بطريقه سهله وبسيطه جدا. عندي بقى هنا طبق مشكل من الخضروات، بصلايه صغيره، طماطمايه واحده، جزرايه صغيره، قرن فلفل واحد، 6 فصوص من الثوم، وكمان حزمه واحده مشكله من الشبت، البقدونس، الكزبره. معايا كمان هنا بقى من التوابل، من كل حاجه معلقه صغيره من الفلفل الاسود، الكزبره الناشفه، البابريكا، وعندي كمان ملح وكمون. معايا كمان نص كوبايه من عصير الليمون وربع كوبايه خل. هجيب بقى الكبة او الخلاط، اي حاجة متوفرة عندك اشتغلي بيها، وهضيف بقى طبعا البصل والجزر والطماطم والفلفل والثوم والحزمة المشكلة، وهضيف كمان التوابل والخل والليمون، هضربهم بقى كويس جدا كده بقى تمام معايا وزي الفل. كده بقى نعمت معايا وبقيت تمام، شايفين بقى عامله ازاي وريحتها تحفه جميله جدا، ريحه التوابل كده مع الخضروات حلوه جدا. هضيف بقى على الخليط بتاعنا اللذيذ دوت نص معلقه بس من هرسه الشطه. هرسه الشطه دي انا عملتها معاكم قبل كده، ان شاء الله بقى اسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. معايا بقى هنا للحشو بتاع السمك، عندي جزرايه وطماطمايه وبصلايه متقطع شرايح بالشكل ده، تبقى معاكي رفيعه كده. هاخد بقى نص التتبيله كده وهحطها على الخضروات وهقلب بقى كويس جدا كده عشان الخضروات تشرب من التتبيله. الله على ريحتها تحفه. طبعا بقى اخدنا نص الكميه بس، وطبعا ده مش هيترمي، هنشوف برده هنعمل فيه ايه في الاخر لما السمك يتعمل. نبدا بقى نحشي السمك كده بالخضروات بتاعتنا يعني كده، كل سمكه معلقه كبيره كده مليانه. وهحط كمان شريحتين كده من الليمون، هقفل بقى عليها كده كويس جدا، هكمل بقى بقيه الكميه معايا بالشكل ده. كده خلصت حشو السمك خالص، هسيبه بس في التتبيله 5 دقايق مش اكتر من كده. ابدا بقى املح السمك بتاعنا كده من بره من الملح والكمون والفلفل الاسود عشان يبقى بس طعمه حلو كده معايا من بره، وبرده الجهه الثانيه نفس الكلام. الكمون بقى طبعا بيبقى حلو جدا في السمك. كده ملحناه وبقى زي الفل معايا. هجيب بقى عندي الرده الناعمه وهحط بقى السمكه فيها كده واضغط بقى عليها حلو جدا عشان خاطر الرده تمسك على السمك، رده ناعمه تبقى معايا بالشكل ده شايفين بقى من الجهتين. اكمل بقى بقيه الكميه بالشكل ده. كده خلصت بقى الكميه معايا كلها. هجيب بقى الجريل عندي، او لو ما عندكيش الجريل ممكن تعمليها على الصاج على البوتاجاز مفيش اي مشكله، او تدخليها الفرن يعني عندك حاجه من التلاته. هحط بقى معلقه كده كبيره من الزيت، هي دي بقى اللي هتخلي السمك بتاعنا ما يدخنش معانا ولا حاجه. وهبدا بقى ادهن الجريل كويس جدا كده بالزيت، ولازم تبقى الصاجه معاكي سخنه جدا، ما ينفعش تبقى الصاجه بارده وتحطي السمك هيتهري معاكي خالص. وهبدا بقى ارص السمك كده بالشكل ده. معلقه الزيت دي بقى مهمه جدا
حطيت السمك كله وهديت بقى النار عليه، يعني تبقى نار متوسطة عشان بس ما يحرقش معاكي السمك، وفي نفس الوقت مش هيستوي، فخليها تبقى نار متوسطة كده معاكي عشان خاطر السمك يستوي كويس ويدينا ايه اللون الذهبي الحلو. وهحط كمان معلقة كده على كل سمكة، معلقة كده كبيرة من الزيت. شايفين كده؟ يبقى معايا السمك بالشكل ده، يبقى مسقي كده من الزيت من فوق عشان لما نيجي نقلبه يبقى جاهز معانا وفي زيت. شايفين بقى؟ ما دخنش معايا ولا حاجه عشان معلقه الزيت اللي احنا بنحطها في الاول على الصاجه كده قبل ما ترص السمك، هي دي بقى اللي بتحملك السمك وما يعملش دخان خالص وما يلزقش كمان معاكي في الصاجه. معايا هنا بقى نص التتبيله اللي شلناها على جنب، هضيف بقى عليها كوبايه من الميه، وحطيت نص معلقه من كل حاجه، من البابريكا والشطه والكمون والملح تمام كده عشان خاطر تبقى طعمها حلو كده لما نسقي بيها السمك بقى لما يخلص معانا. هضيفها بقى هنا كده على التتبيله بتاعتنا، شايفين بقى لونها جميل جدا، وهقلبها بقى كويس جدا زي بتاعه المطاعم بالظبط واحلى كمان. نشوف بقى السمك بتاعنا استوى، ما شاء الله جميل جدا، عشان نقلبه على الناحية التانية. هسيبه بقى يستوي من الجهة التانية. كده بقى السمك بتاعنا استوى وبقى تمام معايا وزي الفل. عايزة بقى اقول لكم ريحته قلب الشقة عندي، وطبعا لازما وهو سخن كده نضيف له بقى الخلطة اللي احنا ايه عاملينها. وهبدأ بقى ارصه في طبق التقديم بالشكل ده. شايفين بقى الحلاوة والجمال؟ تحفة. وده كده بقى الشكل النهائي للسمك بتاعنا اللذيذ. شايفين بقى عامل ازاي؟ حلو جدا، وعملناه بطريقه بسيطه وسهله جدا وبتتبيله روعه. ان شاء الله بقى هتجربيه وهيعجبك جدا. ولو عجبك بقى الفيديو ما تنسونيش في اشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد باذن الله.